مصر على مدار الساعة. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا سي بي سي اكس في كل مكان، واهلا بحضراتكم معانا. وزي ما تعودتوا مع نهايه اليوم بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره ومتابعه لاهم وابرز الاخبار والتصريحات الرياضيه في مختلف الملاعب والرياضات، سواء كانت المحليه العربيه الافريقيه او العالميه. صفحه البرنامج زي ما هتظهر امام حضراتكم هي اكسترا تايم، الصفحه الرئيسيه والرسميه، واللي من خلالها دايما بنقرا تعليقات حضراتكم وايضا بنطرح سؤال الحلقه من خلالها. وسؤال حلقتنا النهارده اكيد متعلق بمباراه نادي الزمالك والاتحاد السكندري، واللي انتهت منذ دقائق معدوده جدا بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ويصعد لنصف نهائي كاس مصر، واللي حامل لقبها ثلاث مرات متتاليه وهيواجه نادي الاسماعيلي في بدايه الشهر القادم. عايز اعرف من حضراتكم من هو نجم مباراه الزمالك والاتحاد اليوم في دور الثمانيه بكاس مصر، واللي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. نخش على تفاصيل مباراة اليوم، وبصراحة نادي الاتحاد السكندري قدم مباراة أكثر من رائعة وأنهى الشوط الأول بتقدمه بهدف، ولكن خبرة لاعبي نادي الزمالك أنهت هذا اللقاء. الزمالك إلى قبل نهائي الكأس بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وتأهل نادي الزمالك للدور قبل النهائي في مسابقة كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف، أحرزهما شيكابالا وباسم مرسي في اللقاء واللي جمعهما على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر. تقدم يوسف أوباما بالهدف الأول لزعيم الثغر في الدقيقة 33 من عمر أحداث الشوط الأول بعد عرضية من زميله أحمد الألفي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف للا شيء. ودفع كابتن محمد حلمي بأيمن حفني من أجل الضغط على مرمى الاتحاد، ونجح شيكابالا بإحراز التعادل في الدقيقة 63 إثر تصويبة من ركلة حرة مباشرة، وعزز باسم مرسي تقدم الزمالك بالهدف الثاني بعد عرضية متميزة من زميله شيكابالا في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بصعود نادي الزمالك ليضرب موعد مع النادي الإسماعيلي في الدور قبل النهائي واللي مقرر إقامته أول الشهر القادم. ومعايا على الهاتف واحد من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي ومدير الكرة الحالي لنادي الاتحاد السكندري كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن فايق، منور معانا النهارده في اكسترا تايم يا كابتن وليد. وهارد لك، يعني مباراه اكثر من رائعه قدمها نادي الاتحاد، ولكن انا عرفت ان في تصريح ليك ان خبره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك هي اللي انهت المباراه. ده حقيقي، يعني انا برحب بيك ومبروك نادي الزمالك، فريق كبير، وهارد لك فريق الاتحاد السكندري. الولاد قدوا بروح عاليه وبحماس وبرجوله، لكن زي ما انا قلت فارق الخبره تحديدا كمان شيكابالا بيلعب واحده من احلى مبارياته. صح. رجع نادي الزمالك في الجيم تاني، يعني احنا كنا قبل الهدف الاول كجهاز فني مطمنين قوي، يعني مطمنين مفيش حاجه خطر، الولاد قافلين بشكل كويس قوي، لكن قدر شيكابالا بخبرته الكبيره انه يرجع نادي الزمالك بعد ساعه من اللعب واحنا متفوقين، والجيم بقى صعب، يعني جت خبره بقى ايمن حفني مع حازم امام مع شيكابالا مع باسم، قدر نادي الزمالك يحسمها، ويعني مبروك لنادي الزمالك وعرض لك الفريق الاتحاد. كابتن وليد، اصابات لعيب نادي الاتحاد في اول 10 دقائق هل هي نتيجه اجهاد ولا الضغط النفسي عليهم كان عالي شويه؟ لا والله ولا كده ولا كده، يعني هي احمد ناصر ربنا يستر ان شاء الله هنعمل حاجه في الركبه، لكن هيعمل رنين مغناطيسي بكره. تمام. ان شاء الله ما تطلعش حاجه قويه. في نفس الوقت عبد المجيد مزق في الخلفيه، ما يعني هو مسخن كويس وكل حاجه، لكن هي قدر من عند ربنا وموقف صعب جدا
ان احنا كنا الكابتن عامل تكتيك ان احنا نلعب 4-4-2 ونطول المباراه على نادي الزمالك ونحاول نوصل للوقت الاضافي وكل ده اتلخبط في اول 9 دقائق. غيرنا التكتيك كذا مره، لعبنا 4-3-3 وبعد كده لعبنا 4-3-2-1 يعني اصابات ورا بعض في توقيت صعب جدا، واحنا كنا عارفين انها هتاثر علينا الشوط الثاني لان برضو اللعيبه مضغوطه، على عكس برضو نادي الزمالك قدر يغير ايمن حسني الشوط الثاني بارتياحيه، بعد كده نزل محمد سالم. يعني التغييرات برضو بتدي للمدير الفني راحه. مظبوط كابتن وليد. يعني كابتن وليد الدوري المصري ان شاء الله هيبتدي في نص شهر 9، من دلوقتي لغايه نص شهر 9 استعداداتكم هتكون ايه؟ والله طبعا الاول راحه سلبيه للعيبه لان قدوا موسم منهك بشكل كبير جدا، وهنتجمع بقى ان شاء الله باذن الله في اول 8 ان شاء الله باذن الله خلال الفتره دي شغالين في التدعيمات، هندعم الفريق بالافارقه عندنا ان شاء الله باذن الله هنجيب لعيبه افارقه متميزه جدا، والمصريين هنحاول برضو نلتقي اللعيبه اللي تقدر تنفذ فكر الكابتن مختار وان شاء الله باذن الله نكون موفقين فيها ان شاء الله. كابتن وليد كان عندي معلومه ان كان نادي الاتحاد وبعلاقاتك الشخصيه داخل النادي الاهلي كنت بتحاولوا تجيبوا او تستقطبوا لعيبه النادي الاهلي اللي هيتم الاستغناء عنهم، ومن ضمن الاسماء كان محمد نجيب على ما اذكر. اخر اخبار الصفقات ايه من النادي الاهلي؟ لا هو يعني محمد نجيب غالبا مكمل مع النادي الاهلي، لكن برضو الصفقات ما فيهاش مساله علاقات او ما فيهاش قرب وبعد، هي الفكره كلها الناحيه الماليه هي اللي بتتحكم. تمام. يعني النادي الاهلي مشتري مثلا جون انطيه بمليون دولار. صح. فلما هيجي يعيره يعني اجيب هيطلب مثلا 2 3 4 مليون جنيه، انا كنادي الاتحاد ما اقدرش ادفع الارقام دي. نفس الوقت احمد الشيخ اكيد سموحه دفع رقم. صح. في مسألة يعني الزمالك لما خد صلاح ريكو ودفع لاتحاد الشرطه 3 مليون جنيه رقم فلوس اللاعب، انا ما اقدرش ادخل في اي صفقات فيها فلوس للانديه. يعني انا بستنى اللعيب مثلا فري مخلص عقده، اللعيب يبقى مثلا الرقم حنين او الرقم مقابل يعني يكون بسيط. هي دي الصفقات اللي هنقدر ندخل فيها، لان احنا عندنا مشكله كمان ثانيه. اتفضل يا كابتن. اللعيب الكويس، يعني مش هقول لعيب سوبر، لعيب كويس لما بيكون معروض عليه 3-4 انديه هو بيفضل الانديه الثانيه على نادي الاتحاد. صح. يعني من الموروث القديم اللي ممكن يكون في ضغط جماهيري، في غضب من الجماهير، في عدم ساعات مثلا بيبقى ازمه سوريا. مظبوط. فاللعيب احنا جايين كجهاز فني جايين نغير الموضوع ده بصورة يعني صعبة جدا، عايزين نحط اسس ان احنا نلتزم مع اللعيبة في تعاقداتها. بالتأكيد. ان احنا لما نقول كلمة لحد لازم ننفذها. صح. بنحاول نبني ثقة تاني ما بين نادي الاتحاد وما بين لعيبة مصر. فالمسألة يعني بيبقى فيها صعوبة جدا لما بتدخل في منافسة مع اي نادي، بيبقى اللعيب كمان عايز اقول لك لعيبة مصر كلها. طب كابتن وليد معلش، المعروف عنك انك يعني لو انت متواجد في مكان بتحب تنجح مع المكان، حتى الان نادي الاتحاد ما اعلنش عن صفقات، هل ده ممكن يؤدي ان كابتن وليد صلاح الدين يقدم استقالته؟ بص يعني ما يبقاش هو ده السبب الرئيسي. تمام. يعني في دايما عشان برضه ايه ما نبقاش احنا عمالين بنقول البيضه ولا الفرخه. يعني هي فريق المصري مع كامل الاحترام لكل النجوم متهيألي اسم او اسمين هم اللي معروفين بقوه. صح. يعني لو قلنا احمد رؤوف ورمزي صالح شويه اثنين يعني خبرتهم عاليه، وباقي اللعيبه لعيبه مجتهده وقدر الكابتن حسام يشتغل معاهم بشكل كويس قوي وخدوا ربع الدوري. صح. فهي الفكره الاهم من الصفقات والاهم من عدد الصفقات والاسامي اللي جايه هو انك توجد مباشره اللعيبه. لا نظام وانضباط ولائحه داخليه تقدر مباشره اللعيبه زي ما انت بتقول، طبعا امكانيات تكون امكانيات تلائم الجهاز الفني وفكره والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها. صح. لكن انا ما اقدرش مثلا ايه يعني ما ينفعش مثلا مدير فني او مدير كوره او جهاز فني يمشي من النادي لمجرد الصفقات. وما دي غلط. يعني ده يعني ده كابتن ده مش وارد. مش للسبب ده. مش للسبب ده. مش للسبب ده لان احنا هنجيب لعيبه افارقه كويسه، انا متاكد من كده. هنجيب لعيبه امكانياتها كويسه
يعني الحمد لله اللي بيختاروا عينيهم كويسه، اذا كان الكابتن مختار او الكابتن مجدي عبد العاطي او الكابتن وكيل سلامه او انا موجود معاهم، هنختار لعيبه كويسه، لكن ممكن ما يبقاش اسامي كبيره. تمام. ممكن ما تبقاش مثلا من الصفقات السوبر بالنسبه للجماهير، لكن في الاخر مش ده يبقى السبب الاساسي ان ممكن الجهاز الفني ينفع ثالث. وفي نفس الوقت انت برافو عليك يا فندم، نقطه مهمه قوي، في نفس الوقت ما يبقاش ده السبب الوحيد اللي الجماهير تصب غضبها على مجلس الاداره. صح. يعني انا يعني انا بالظبط ما بقاش عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها، اللي هي ايه؟ النادي ما فيش لعيبه، طب نقلب الدنيا. نمشي جوا. صح. ما انت بص الناس اللي جت، بص استنى شوف نظام الفريق عامل ازاي، شوف شكل الفريق عامل ازاي، شوف الفريق هيدخل الدوري بأني جاهزيه. لان في الاخر انت عندك نموذج واضح قدامك ان الفريق المصري بقى في المربع الذهبي. صح. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري، اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا النهارده في اكسترا تايم، وهارد لك هزيمه اليوم امام نادي الزمالك وخروجكم من كاس مصر. هنروح لنادي اخر ذو شعبيه كبيره، نادي الاسماعيلي، ونشوف اجدد صفقات نادي الاسماعيلي. جون اوتاكا المهاجم البديل لمروان محسن بدايه من الموسم القادم. الاسماعيلي بيجهز اوتاكا لمواجهه الزمالك في كأس مصر، وشارك جون اوتاكا مهاجم نادي الاسماعيلي الجديد في ميران الفريق واللي اقيم على ملعب القناه للاستعداد للقاء دور قبل النهائي من مسابقه كأس مصر، والمقرر اقامته اول شهر القادم امام نادي الزمالك بعد تأهله على حساب الاتحاد السكندري. يذكر ان اوتاكا قد انضم للدراويش لمده موسمين، وفي المقابل غاب كابتن حسني عبد ربه لاعب وسط النادي الاسماعيلي عن تدريبات الفريق المقامه حاليا على ملعب القناه، وجاء غياب قائد الدراويش بسبب شعوره بالإجهاد. هنروح لخبر سعيد ومفرح لكل عشاق رمضان صبحي، غير طبعا موضوع احترافه في ستوك سيتي الانجليزي، وبينتظر حتى الان فيزا العمل الخاص به ليعلن انتقاله الرسمي لنادي ستوك سيتي. ولكن مساء اليوم رمضان صبحي اعلن خطوبته على كريمه كابتن اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، واحتفل رمضان صبحي صانع العاب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مساء اليوم الخميس بخطوبته على شقيقه زميله بالفريق شريف اكرامي حارس مرمى القلعه الحمراء، وكريمه إكرام الشحات النجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق. ووافق الأهلي على احتراف رمضان صبحي في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 6 مليون يورو، لكن أزمة عدم حصوله على تصريح العمل في إنجلترا أجلت حصوله على التأشيرة وإتمام الصفقة رسميا. ومبروك طبعا لرمضان صبحي هذه الخطوة، ونتمنى له طبعا إن شاء الله أنها تستكمل على خير. أخبارنا لسه مستمرة، وأيضا الخبر التالي من داخل القلعة الحمراء، ونشوف آخر أخبار مهاجمه الجديد مروان محسن، واللي زي ما قلت لحضراتكم أمس إن هيتم قيده صباح اليوم. النادي الأهلي يقيد مروان محسن ويجهزه للمشاركة في مواجهة الوداد. وقام مسؤول النادي الأهلي بقيد مروان محسن الوافد الجديد في القائمتين المحلية والأفريقية اليوم الخميس، وقال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي أن مروان هو الوحيد اللي تم قيده في القائمة المحلية والأفريقية حتى الآن. وأوضح عبد الحفيظ أن فرص مروان في السفر مع بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد بدوري الأبطال قائمة بنسبة كبيرة، وأشار إلى أن اللاعب يعاني من بعض الآلام في الحوض وهيخضع لجلسات تأهيل من أجل تجهيزه لمواجهة الوداد، وينضم لقائمة المهاجمين بالإضافة لعماد متعب وعمر جمال وأيضا جون أنتوي. هنروح للخبر التالي، ومن الاتحاد المصري لكرة القدم، ومعايا تصريح لرئيس الاتحاد المؤقت العميد ثروت سويلم، واللي بيقول الطعون على المرشحين لانتخابات الجبلاية يوم الاثنين. وأكد العميد ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة المؤقت أنه تم تأجيل استقبال الطاعون على المرشحين ليبدأ يوم الاثنين بدلا من السبت. وأضاف سويلم أن اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبت تأجيل فتح باب الطاعون لحين فحص أوراق المرشحين، وتجرى انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 من شهر أغسطس القادم.
هنروح نشوف مع حضراتكم تقرير عن البعثة الأولمبية واللي هتشارك في ريو دي جانيرو 2016، وعلى فكرة هي أكبر بعثة مصرية تشارك في الألعاب الأولمبية في ألعاب كثيرة. صباح اليوم كان في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل سفر البعثة وهيسافروا على 5 أفواج. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع ونكمل مع حضراتكم بقية أخبارنا في إكسا تايم. الرياضة المصرية بتعيش أزهى عصورها دلوقتي في تناغم ما بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، الكل مرتاح، ما فيش أي مشاكل، الدعم بيوصل فعلا في ميعاده، الفرق استعدت. نتمنى ان احنا نشرف الرياضة المصرية في الدورة الأولمبية اللي جاية ونحصد مجموعة من الميداليات والمراكز المتقدمة، وما يكونش تمثيل مشرف، يكون تمثيل حقيقي للرياضة المصرية. هقول لهم أهم حاجة الأول إن احنا يكون يعني البعثة على أعلى مستوى من الأخلاق والتمثيل المشرف لمصر الحقيقة، لأن ده اللي في الأول هو اللي بيدوم، وأي لاعب بيبقى ماشي في أي حتة في البرازيل كلها وعليه العلم المصري فباين إن ده بيمثل الشباب المصري بشكل عام. فأول حاجة الالتزام الأخلاقي، تاني حاجة حسن التعامل والتعارف مع كل شباب العالم من كل حاجة، الإخلاص جدا في التدريب والتركيز في المباريات، لان ربنا يكرمنا باكبر عدد من الميداليات ان شاء الله. احنا رايحين باكبر بعثه في التاريخ اتعملت بالنسبه لمصر، 121 لاعب ولاعبه، وان شاء الله يعني نامل ان يبقى النتائج عندنا كويسه المره دي. معالي الوزير ما تاخرش عننا في الدعم وفي كل حاجه اتعملت. حاليا المنتخب موجود في فرنسا في معسكر مجمع، عدد من دول العالم موجودة في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والجابون من أفريقيا كمان، ودي معسكر مجمع بيبقى فرص للاحتكاك والتدريب المشترك اللي بقى بيحفز اللعيبة على بذل الجهد والتركيز شوية في التدريب، لأن معاهم خصوم ومعاهم ناس بيشوفوهم وكده، فدي آخر مراحل الإعداد. بقالنا 4 سنين بنتمرن في المنتخب كلنا مع بعض نفس الفريق، احنا يعني الحمد لله تأهلنا لدورة الألعاب الأولمبية السنة دي، وإن شاء الله بإذن الله هنسافر يوم الحد بالليل ان شاء الله باذن الله كذا حد من البعثه، يعني احنا والغطس ومعانا تقريبا سلاح الشيش كمان. احنا مستوى اللاعبات هناك طبعا هننافس فرق هناك عالميه، هننافس روسيا والصين اوكرانيا، هنسافر هننافس كمان اليابان، فاحنا المستوى بتاع الفرق اللي هناك طبعا عالي قوي. نتمنى طبعا للبعثة المصرية كل التوفيق، وزي ما حضراتكم سمعتوا يعني أكبر بعثة مصرية تشارك في بطولة الأولمبياد، 121 لاعب ولاعبة هينافسوا في مختلف الألعاب، ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق. تم الإعلان صباح اليوم عن سفر هذه الأفواج إلى ريو دي جانيرو، بالإضافة طبعا عن الإعلان الزي الرسمي لبعثة منتخب مصر واللي شهدت لغط كتير خلال الفترة الماضية، ولكن زي ما شفنا لبس هيكون مشرف للبعثة المصرية هناك إن شاء الله، وبإذن الله هيكون في متابعة خاصة للاعبين ولاعبات البعثة المصرية في أولمبياد ريو دي جانيرو. خلونا نكمل أخبارنا، وزي ما انفردنا من فترة طويلة جدا في إكسترا تايم، كابتن طارق مصطفى أحد نجوم نادي الزمالك كان دخل معانا مداخلة تليفونية وصرح لينا أن هو تعاقد بالفعل على المهمة التدريبية لنادي العروبة الإماراتي. اليوم طارق مصطفى يصل الإمارات لبدء مهمة تدريب العروبة. وصل إلى الإمارات اليوم كابتن طارق مصطفى بعد أن تعاقدت معه إدارة العروبة في وقت سابق لتدريب الفريق خلال الموسم القادم لدوري الدرجة الأولى، حيث كان في استقباله في مطار دبي المنسق العام لنادي العروبة وليد هارون ومدير النادي صلاح شلبي وعدد من أعضاء لجنة العلاقات العامة بالنادي. آخر أخبارنا متعلقة بمحمود عبد المنعم كهربا، واللي خلاص أعيد لنادي اتحاد جدة، وامبارح كان المؤتمر الإعلامي والصحفي للإعلان عن هذه الصفقة، واليوم كهربا بيلعب أول مباراة ودية مع نادي اتحاد جدة وبيسجل هدف عالمي. كهربا يتألق ويسجل في أول مواجهة بقميص اتحاد جدة، ونجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك المنتقل لصفوف اتحاد جدة في تسجيل هدف عالمي في أول مباراة ودية مع نمور جدة أمام فريق الربيع، وقام مدرب الاتحاد بالإبقاء على كهربا على مقاعد البدلاء
قبل أن يدفع به في منتصف الشوط الأول، واستلم كهربا زي ما حضرتكم شايفين الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يصوبها بمهارة لتسكن الشباك وسط صيحات الجماهير التي حضرت اللقاء. وعايز أقول لحضرتكم طبعا اللي بيلعب بلاي ستيشن كتير هيعرف أن الكرة دي بتتعمل بآر 2، يعني لعبة صعبة جدا، ولكن كهربا نفذها بشكل أكتر من رائع. خلونا نروح نشوف تعليقات حضراتكم عن من هو النجم لقاء اليوم ما بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري في دور الثمانية لكأس مصر، وانتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، أحرز الهدف الأول شيكابالا وأحرز الهدف الثاني باسم مرسي. شايفين مين هو النجم هذا اللقاء؟ وتقريبا قبل ما نشوف الإجابات أنا عارف آراء حضراتكم، ولكن خلونا نشوفها على الهواء مباشرة. نادر عز الدين: شيكا هو النجم، رغم ان انا اهلاوي بس شيكا لعب مباراه تاريخيه ويا رب يفضل كده علشان المنتخب. محمود النجادي برضو بيقول: انا اهلاوي بس نجم المباراه شيكابالا، وعايز اعرف صفقات النادي الاهلي وهل علي معلول مضر لاندرلخت؟ علي معلول ما مضاش لاندرلخت حتى الان، ومفاوضات مستمره ما بينه وما بين وكيله حتى الان. صفقات النادي الاهلي هو مروان محسن وطبعا محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت. محمود أحمد: أنا أهلاوي، حكاية الأهلاوية كلهم معلقين على هذا السؤال، شيكا صنع الفارق في الماتش، وده كان رأي أيضا كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي اتحاد السكندري. قبل الختام لازم أخد المداخلة التليفونية الهامة مع الأستاذة ماجدة الهلباوي المرشحة على رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وزي ما قلت لحضراتكم في تفاصيل الخبر أن أستاذة ماجدة حصل معاها مشكلة أو مع وكيلها والمحامي المفوض منها أن تم أو عدم قبول أوراقها أمس. أستاذة ماجدة مساء الخير وأهلا بيك معنا. أهلا بيك أستاذ ماجدة. إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ اللي حصل ان انا قدمت رفعت دعوه مستعجله بايقاف الجمعيه العموميه لانهم بيدعوا بعمل الجمعيه العموميه دي على لائحه، اللائحه فيها بطلان زي ما قال نص الحكم اللي كان صادر ليا والدكتور ماس لما شطبونا، فطلع الحكم بان اللائحه تحمل بند يخالف القانون الدستوري ليس له ضعيف القانون، فبالتالي اللائحه فيها بطلان. فالحقيقه رفعت دعوه بايقاف الجمعيه العموميه، كان لازم يكون لي صفه، فالصفه دي قدمت كمرشحه على اساس ان انا اكتسب هذه الصفه في الصفه والمصلحه وانا برفع الدعوه. تمام. فوجئت بان الوكيلي من الساعه 12 لغايه الساعه 6 مش عايزين يقبلوا ورقه لمجرد ان هو قال لهم ان احنا مترشحين على منصب الرئاسه، مع ان في اكثر واحد كان اكثر من حد كان مرشح على منصب الرئاسه، فرفضوا ياخدوا الورقه ولازم توكيل خاص منها مكتوب انها مرشحه على مقعد الرئاسه. مين بيقول الكلام ده؟ الاخ اسمه محامي الاتحاد مش عارفه اسمه ايه، بس ده احد المحامين اللي كانوا بيترفعوا قصادي في القضيه وانا كسبتها. تمام. فهو افتى بذلك مع ان الفتوى دي غير قانونيه بالمره، لما انا معايا توكيل بالترشح خاص بالترشح يبقى مش محتاج خالص ان انا نص هترشح على ايه، افترض يا اخي ان انا هترشح على بواب الاتحاد مش اي اتحاد، فمن حقي ان انا هترشح على ايمن. فالحقيقه استاذ ماجد في مرشحين انا عارفهم ايضا ارسلوا محامين بتفويض او توكيل ايضا للترشح. وقبل منهم الا عندي انا وما اتقبلش، فالنتيجه ان انا رحت وبعدين بقى فوجئت ان الموظف الاتحاد ما فيش لجنه اساسا بتقبل الاوراق، بحث عن لجنه ما فيش لجنه، المفروض ان في لجنه معينها الجمعيه العموميه او منتخبها الجمعيه العموميه لاستقبال اوراق المرشحين، دي مش مالهاش وجود من الاول خالص. هم لما دعوا حتى الجمعيه العموميه دعوا فيها في السر نزلوا كده اعلان في رئاسه الجمهوريه ما اتصلوش بالانديه ما بعتلهمش فاكسات حتى بالنتيجه باب الترشح هيفتح من يوم كذا ليوم كذا، مش محددين مواعيد من الساعه كام للساعه كام. تمام. الاعلان مبهم يعني. فكلها فيها بطلان يعني. فالقصه انه قلت خلاص يعني كل ده تنزل المحكمه، انما لما اجي اقدم اوراقي وبعدين الموظف يقول لي طب عايز توكيل، يبعتوا يجيبوا لي توكيل، ابعت لهم توكيل، الموظف يروح يسلمه يفاجئ ان الموظف راح هربان من باب الاتحاد، الاخ اللي اسمه فوزي غانم ده لف من ورا باب الاتحاد دخل من الاتحاد الافريقي وقفل الباب ومشي. طب استاذ ماجده معلش عشان ضيق الوقت البرنامج، انا كان معايا تصريح امبارح ليكي بتقولي الانتخابات اللي جايه هتبقى باطله ايضا. لا وممكن ما تقامش اساسا. ما تقامش اساسا. طب والفتره الزمنيه نلحق انها ما تقامش فعلا؟ احنا مقدمين المحكمه منتظرين جلسه عاجله لان دي انتخابات جلسه عاجله لادراج اسمي في كشوف الانتخابات بعد ما سبق اثبت الكلام ده من خلال محضر الشرطه ومن خلال معينه من النيابه.
وبالتالي هم مجبرين ان هم ينتظروا النتيجه اللي هتطلع يعني. استاذه ماده الهلباوي اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، المرشحه المحتمله لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم، وزي ما سمعنا في مداخله التليفون والله اعلم شكلنا كده داخلين على طبعا معركة ساخنة في الاتحاد المصري لكرة القدم على موضوع الانتخابات وتقديم أوراق الترشح سواء من الأستاذة ماجدة الهلباوي أو بقية أعضاء اللي تقدموا بترشحهم بالفعل أو بأوراقهم لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم. بالمداخلة مع الأستاذة ماجدة الهلباوي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من إكسترا تايم، بشكركم طبعا على حسن المتابعة واستنونا إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد وجولة جديدة من أخبار الرياضة. تصبحوا على خير.